رحلة سياحية لشباب من البصرة للأراضي الإيرانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحولت لفاجعة. منطقة القبلة وسط المحافظة ودعت 3 من شبابها علي ومرتضى وزين العابدين بعد تعرضهم لحادث سير مروع أثناء سفرهم لمدينة الشوش للتمتع بعطلة العيد. زين العابدين عباس رحيم فعيل من محافظة البصرة، انطلق الأربعاء يوم الأربعاء والخميس بعده صار الحادث. منطلق هو الزيارة إلى مشهد، من مشهد إلى إيران إلى الشمال. فصار الحادث بسيارة، السائق كان طالع لسيارة أو مثل نقول متوازي ويا سيارة، فمصطدم بالجدار وتوفى السائق وتوفوا، ولدنا بقى بس واحد من عندهم اللي هو بس موجود. ألم الفراق والصدمة كان واضحا بوجوه أصدقائهم ومحبيهم أثناء تواجدهم بمجلس العزاء. أما الإجراءات الروتينية المعقدة والعطل الرسمية في إيران منعت لغاية الآن وصول جثامين الشباب الثلاثة لمحافظة البصرة. بعد إجراءات دولة تختلف عن إجراءات دولتنا بالعراق، معرقلات وصادفة مع عطل ومناسبات، والحد الآن جاي نبحث والله كريم. قبل جمعة كان أنا مديلة على مرة أريد زوجي، بس الحمد لله والشكر. زيوني كان صديق عزيز علينا ونحبه، وما كان ابن عمتنا، هو كان صديق لنا وعزيز علينا كلش. تفاجأت والله مصدوم، ما متوقع وفاته، ما متوقعها كلش، يعني انصدمت أنا فوق الساعات، أنا مصدوم. ويتوجه أغلب الشباب من كافة المحافظات الجنوبية لدول الجوار لقضاء أيام الأعياد هربا من حرارة الأجواء وقلة الأماكن السياحية، لكنهم يصطدمون بحوادث السير التي أنهت رحلتهم بهذه الحياة خارج الوطن. لقناة التغيير يونس الرباعي، البصرة.